كان لدي طفل عمره حوالي 6 أشهر وحضر ذات يوم يابدها ومعه زجاجة سمن بري كان قد أهداه له أحد أصدقائه وأعطى للطفل السمن مع بعض الحليب ظنا منه أنه سوف يقويها وبعد أن شربت الطفلة السمن والحليب أصبحت تنزف دما وبعد عدة أيام توفيت الطفلة فهل علي أو على زوجي اسما أو كفارة مع العلم أنه لم يقصد إلا الخير ولم يقصد مضرتها جزاكم الله خيرا لا ليس عليكم كفارة لأنكم لم تفرقوا ووالدها إنما أراد لها الخير واجتهد لمنفعتها ولكن هذا قضاء وقدر ليس عليه شيء الحمد لله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم